النقطة الثالثة، فاكرين من 72 ساعة بالظبط، من يومين أو من 3 أيام، لما قلت لكم يا جماعة منتخب مصر في حاجة إلى مهاجم قوي يكون موجود مع عمرو جمال، يكون موجود مع خالد قمر، وقلت يعني استغفر الله العظيم الواحد مش عايز يبقى يعني قال الكلام ده وتحقق بعديه في إصابة عمرو جمال. الواحد حزين جدا 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 على إصابة عمرو جمال. هتقولوا يعني إصابة لا، عمرو جمال لعيب مهم، لكن قدر الله ما شاء فعل، وعمرو جمال مش النادي الاهلي بس اللي خسره، لا ده منتخب مصر، وده الاهم بالنسبه لنا، ان منتخب مصر عنده ماتشين مهمين جدا وهو المهاجم الاساسي لمنتخب مصر. فانا قلت يا جماعه ايه، من يومين لسه ثلاثه كنت بتكلم، قلت لازم يكون في مهاجم قوي جامد في منتخب مصر، يبقى عندنا بديل لعمرو جمال، وده اللي اتحقق، هو ده اللي حصل. عمرو جمال اصابه رباط صليبي امبارح، غياب 6 شهور. كنت فاكرين لما كنت بقول لكم ايه الوحيد القادر على تعويض عمرو جمال او اللي هو يقترب من مستوى عمرو جمال هو احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر عنده مشكله يا جماعه، لو فريق الاعداد لو سمحتوا يجيبوا لي حد من اتحاد الكوره، وعايز كابتن شوقي غريب، يا ريت يخش معانا مداخله كابتن شوقي غريب عشان برضو نتكلم في قصه المهاجم. الوحيد اللي الفتره اللي فاتت اللي هو يقترب من مستوى عمرو جمال ويبقى مهاجم مصر في الفتره الحاليه، والوحيد اللي بيتحرك كويس جدا جوه ال18 هو احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر عنده صفات دوليه، وانا مش بقول كده عشان احمد عبد الظاهر حبيبي وصاحبي، ولا ماليش علاقه، احمد عبد الظاهر حبيبي، وعمرو جمال حبيبي، وخالد قمر حبيبي، واحمد رؤوف حبيبي، وعرف السيد، واحمد حسن مكي، وكل المهاجمين كلهم اصدقائي. انتوا عارفين الحمد لله علاقاتي كويسه جدا بلعيبه المنتخب كلهم ولعيبه الانديه، الحمد لله ما فيش حد بيزعل مننا. لكن لازم يكون في مهاجم في منتخب مصر يعوض عمرو جمال، واحنا بنقول ايه الله يكون في عون كابتن شوقي غريب في المباراه القادمه او في المعسكر القادم، مين هيعوض عمرو جمال؟ من وجهه نظري انا شايف احمد عبد الظاهر يكون موجود، حتى لو في عقوبه دوليه. احنا لسه قايل الكلام ده من 3 ايام، اتحاد الكوره خلاص الولد اتعاقب وسافر النادي الاهلي عاقبه، واتحرم من مكافاه افريقيا، واتحرم من النادي الاهلي والمنتخب مصر فتره كبيره. لكن منتخب مصر في حاجه الى لاعب زي احمد عبد الظاهر، في حاجه الى لاعب زي احمد حسن مكي. ما احنا خلاص بقى لازم نشوف، نركز بشكل كبير جدا الاسبوع ال10 ايام اللي جايين دول عشان منتخب مصر ان شاء الله امام السنغال والمباراه المصريه. بالنسبه لنا معايا على التليفون كابتن شوقي غريب مدير الفني لمنتخب مصر. كابتن شوقي ازاي حضرتك؟ اهلا، مساء الخير، ازيك يا كريم، ازي صحتك، اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله حبيبي. والله انا عارف احساسك، ومش عارف الحظ يعني وحش شويه، لكن قدر الله ما شاء فعل في اصابه عمرو جمال، ويعني عايز اتكلم مع حضرتك في البديل او اللعيبه اللي حضرتك هتركز عليها في الفتره اللي جايه، وعايز اتكلم معاك في نقطه احمد عبد الظاهر برضه. يعني هل حضرتك اتفرجت على احمد عبد الظاهر الفتره اللي فاتت؟ شايف مستواه كويس، مستواه يأهله ان هو يكون موجود في مصر في منتخب مصر بغض النظر عن العقوبه اللي هو الايقاف الدولي؟ بص يا كريم، يعني هو طبعا موضوع عمرو جمال، انا يمكن قلت من البدايه ان احنا بنعمل تيم صغير، بنعمل تيم للمستقبل الكره المصريه. ممكن عمرو جمال احد الركائز اللي كنا حاطينه في ضمن المخطط بتاعنا. ايوه، ان احنا بدانا معاه باشتراكه في المباريات لمده 3 ساعه، لمده نص ساعه، لمده شوط، ليه؟ لان اصبح عمرو جمال في اخر 3 مباريات هو المهاجم الاول في منتخب مصر دلوقتي. تمام. وكنا اعتمدنا على كده، وكان بدا يعمل مردود على كده، وجاب جون في اخر مباراه، وصنع جون في المباراه اللي قبلها، يعني بدا الشغل يبان بتاعه والتحركات بتاعته تبان، اللي هو تخدم بالتعاون طبعا مع النادي الاهلي، اللي الولد عمرو بيشارك على طول في كل المباريات وبيشارك بصفه اساسيه، فده كان مدينا ايجابيات كويسه الحمد لله. تمام. لكن زي ما انت قلت قدر الله ما شاء فعل، واحنا داخلين على مباراتين صعبتين، ومباراتين محتاجين فيها نجيب اجوان طبعا. يعني اول هدف فينا احنا مش محتاجين ان احنا نتعادل، محتاجين ان احنا نكسب. أيوه. ده المبدا الوحيد او المبدا الرئيسي اللي قدامنا في هذه المباراه، وبتفقد لعيب عندك في نفس الوقت ده، الحمد لله وعلى كل شيء. في متابعه للعيبه اللي موجوده في الدوري كلها، في متابعه موجوده، لان انا كانت تصريحاتي كمان وعمري موجود ان انا ببحث عن مهاجم اخر في نفس المكان ده. صح صح، ويمكن قلت معاك كريم في مداخله ان انا ببحث عن لعيبه في المكان ده، يعني أي. انا ما بتحركش ولا اي حاجه، وبصارع على طول، بس مش عيب، احنا محتاجين بالنواقص اللي عندي في المنتخب. قلت ان انا عندي بعض الاماكن اللي فيها عدد كويس جدا من اللعيبه، كنت حزين برضه لو حصل لاي لعيب منهم اي حاجه، لكن كان عندي البديل اللي يقدر يشترك بسرعه. لكن دلوقتي لابد من تجهيز حد
عشان يشارك باذن الله، او تعديل في اسلوب اللعب او تعديل في حاجات. هي دي الوضع اللي موجود قدامي دلوقتي اللي بشتغل عليه خلال الاسبوعين الجايين مع الفتره بتاع المعسكر اللي جاي اللي موجود. وفي لعيبه كثيره في الدوري احنا بنتابعها، وفعلا بنتابعها بجديه وبنتابعها عشان كنا هنضم منها ناس اصلا. وانا لما سالت في ناس هتنضم للمنتخب قلت في ناس جديده هتنضم. فكنت بتابع اللعيبه بره اي هذا الموضوع وبره خالص. ولعيبه كويسه يمكن انت ذكرت اكثر من اسم من اللي موجودين، في باسم مرسي، خالد قمر، باسم مرسي، خالد قمر، احمد حسن مكي، حرف السيد، بس برضو المشكله احمد رؤوف. بس المشكله في ايه يا كابتن شوقي؟ اللي انت هيبقى متضار للنار، عارف، محتاج واحد يبقى عنده خبرات يلعب ماتش السنغال. والله يا كريم انا عايز اقول لك على حاجه، المنتخب اللي موجود دلوقتي سميه انت بقى زي ما قلتها كده اسمه منتخب متضار للنار، لان هو معظم اللعيبه اللي موجوده الخبره اللي عندها مش كافي، مش الخبره اللي انت بتقول ان انا بعتمد على لعيب الخبره، لا ده انت بتعتمد دلوقتي على لعيبه، اللعيبه اللي موجوده فيها مزيج من عناصر الخبره اللي موجوده وفيها مزيج من الشباب اللي موجود اللي بيلعب عمره الدولي 7 ماتشات 5 ماتشات 10 ماتشات 3 ماتشات. يعني عندنا لعيبه بنفس الشكل ده كريم. ايوه. فده السيستم اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، والنظام اللي شغالين عليه دلوقتي، واللي بنأهل نفسنا نبقى موجودين، واللي باذن الله هنقاتل عشان نكسب المباراه اللي جايه. طيب. ودي اهم حاجه عندنا. اكيد. يعني عايز اسالك عن احمد عبد الظاهر كحاله خاصه، احمد عبد الظاهر هل في نيه عند كابتن شاوي اللي هو ممكن يضم ويتكلم مع اتحاد الكوره ان هو يفك عقوبه الايقاف الدولي؟ بص يا كريم، اذا كانت هناك عقوبه من اتحاد الكوره على لاعب لاي وضع موجود او لاي شيء تم ايقافه عن المشاركه في المباريات الدوليه وتم توقيع العقوبه عليه، انا شوقي عمري ما باخد خطوه ان انا اطلب من اتحاد الكوره فك الايقاف للمشاركه في مباراه نهائي. ما مش عندي نهائي، ولا عندي في تاريخي، ولا عندي في شكلي، ولا عندي في اي حاجه. لان المواضيع اللي زي دي بتفتح المجالات كتيره جدا جدا، لان اي حد ممكن يرتكب اي عقوبه او اتحاد الكوره ياخد ضده اي عقوبه او اي حاجه. خلاص لما يبقى المدير الفني ده يمشي يبقى اي واحد تاني يفك العقوبه، لما يبقى واحد يبقى موجود. اكيد اللي اتخذ ضده العقوبه راى مجلس اداره الاتحاد ان هي موجوده، وانا ما طلبتش من مجلس اداره الاتحاد. هو العقوبه لسه ما خلصتش بالنسبه لاحمد عبد الظاهر، صح يا كابتن؟ انا ما اعرفش. هو كان موقوف بعد ماتش نهائي افريقيا اللي هو اللي فات، لما الاهلي لعب في نهائي افريقيا في اورلاندو بايرتس. بقاله قد ايه الماتش ده؟ انا كان موقوف سنتين دولي باين، صح؟ انا هي تقريبا كانت سنه واحده تقريبا. سنه يعني انا الورقه اللي كانت عندي اللي جات لي اول ما مسكت المنتخب ان انا كان عندي الوضع ده كان سنه بس. ده اللي كان موجود عندي. ده بسنه من تاريخ كام يا كابتن شوقي؟ والله يا كريم انا مش معايا الورق دلوقتي. ما هو سنه من تاريخ الواقع. انا جالي جواب فعلا من اتحاد الكوره بايقافه لمده عام عن المشاركه في المباريات الدوليه. هحاول اجيب التاريخ دلوقتي يا جماعه. لو في الاعداد جيبوا لي تاريخ مباراه الاهلي اورلاندو بايرتس اللي النادي الاهلي شارك فيها في ملعب المقاولين العرب وكسب بطوله افريقيا. غالبا كانت هتلاقيها كانت يعني افريقيا كانت بتبقى في نوفمبر في شهر 11 تقريبا كده، لكن انا يعني انا عارف النهائيات بتاعه كاس ابطال الدوري دايما بتبقى في نوفمبر. ابطال الكؤوس بتبقى ايه في اخر ديسمبر وكده. ابطال الدوري بتبقى في نوفمبر عشان بعدها بيختاروا كاس عالم انديه. كاس العالم، صح. فده السبب اللي طيب لو احمد عبد الظاهر ايقافه انتهى ممكن يكون موجود في المنتخب يا كابتن شوقي؟ يقدم نفسه من ضمن المجموعه اللي موجوده في الماتشات اللي جايه عشان يبقى ليه حقيقه بالدخول المنتخب. يعني ده وضع موجود. انا شايف انا من وجهه نظري يعني شايف ان احمد لعيب كويس، بيتحرك كويس جوه ال 18، يعني في مواصفات المهاجم الصريح اللي حضرتك او المحطه اللي حضرتك محتاجها، وفي نفس الوقت لعب وعنده خبرات، يعني لعب مع المنتخب اللي كده وعنده خبرات. يعني ما انا مش ما بعرضش على اي لعيب يا كريم. أيوة. يكون موجود ولعب مع المنتخب وكل حاجه. لكن انا لازم اللعيب يقدم نفسه الاول. صح. في صح. النادي بتاعه. صح. يقدم نفسه في الدوري، يقدم نفسه مهاجم. مهاجم لما يبقى عندي مهاجم ده جاب كام جون، احرز كام هدف، اشتغل ازاي، صنع ايه، عمل ايه في الفتره اللي موجود فيها عشان نقدر يبقى تقييمنا له. احنا كان عندنا 2 مهاجمين بس، عمرو جمال وخالد قمر، تمام؟ وانت لهم فرص كتيره. طيب برضه خالد قمر لازم يقدم نفسه خلال الماتشات اللي جايه. صح. ما عنديش لعيب. بص يا كريم، انا مش نادي عشان في لعيب حاجز مكانه، انا منتخب، والمنتخب اصلا المفترض ان انت بتتعامل مع الانديه كلها اللي موجوده ولازم كل واحد ياخد فرصته. صح. فاذا كان عندي لعيب، يعني انا من الممكن يكون عندي لعيب عنده 60 70 ماتش دولي يقل مستواه في ماتش او اتنين ويرجع تاني لمستواه ده، نظر اتعامل معاه كويس. لكن ده زي عماد متعب كده.
مثلا، لكن لما يكون لعيب لسه بيبتدي لازم يبتدي، لازم يقدم نفسه، يقدم نفسه بجديه. أيوه. لازم يبقى متقدم بشكل اللي احنا كجهاز كلنا مقتنعين بيه، واحنا كجماهير او كاعلاميين مقتنعين بيه، لكن هو في الاساس احنا كجهاز نكون مقتنعين بيه. طب يعني يعني ربنا يكرمك كده ان شاء الله كابتن شوقي، يبقى في من خلال الاسبوعين المتبقين للدوري قبل التوقف يبقى في اكتر من عنصر، وممكن برضو خلي بالك حضرتك زي ما انت بتقول ممكن تغير طريقه اللعب، يعني يبقى عندك ثلاثه متحركين زي وليد سليمان ومحمد صلاح ولاعيب ثالث يبقى ما فيش حد فيهم الثابت، يبقى اللعيبه كلها جايه من تحت. ده اللي انا قلته، ده اللي بتكلم فيه. فربنا سهل يا رب يكون خلال الاسبوعين الجايين يكون قدمنا ناس وناس تبقى موجوده ويكون اختياراتنا فيها ناس. وانا من البدايه لو انت شفتيني وانا بتكلم البدايه قلت هيكون في عناصر جديده جايه المنتخب. فعلا هيكون في عناصر، هيكون في عناصر من خلال الماتشات اللي اتلعبت، من خلال الناس اللي ظهرت هتكون موجوده باذن الله. في عناصر اللي هتنضم الجديده كابتن شوقي كان ليها يعني خبره قبل كده في المنتخب، ولا ممكن عناصر جديده ما شاركتش قبل كده مع المنتخب؟ لا لا لا، بص ما انا قلت لك يا كريم انت خلاص قلت المنتخب ده سميناه الاسم اللي انت سميته الدار للنار. ما فيش مشكله. عنده خبره ما عندوش خبره. بقول لك ايه يا كريم، الماتش اللي فات كابتن المنتخب احمد فتحي تمام، ولو احمد فتحي قعد كان هيبقى كابتن المنتخب عبد الشافي صح تمام. يعني خلاص احنا الجيل بيتغير، الناس بتتغير، فما عندناش مشكله خالص في اي حد. انا بجيبه هو كابتن شوقي التاريخ بتاع المباراه بتاعت نهائي دوري ابطال افريقيا 2013 الاهلي كسبها من اورلاندو بايرتس، هتبقى معايا حالا دلوقتي، اعتقد هي في شهر نوفمبر. هي لا دايما النهائيات الافريقيه كلها دايما في نوفمبر. يعني ماتش الاهلي والترجي اهو كان في نوفمبر 17 نوفمبر، وبس تفتح النهائي يجيب لي النهائي. ثانية واحدة أنا بجيبها هو يا كابتن شوقي. أنت أخبار حضرتك إيه يا كابتن شوقي؟ أنا كويس الحمد لله والله كريم، كله تمام الحمد لله. آخر مباراة أهي الأهلي وأورلاندو بايرتس في ملعب المقاولين العرب 10 نوفمبر. تمام. يعني لو سنة يبقى الإيقاف راح، إن المباراة هتبقى 15 نوفمبر. تمام. بالتوفيق يا كابتن، ربنا يكرمك كده إن شاء الله. الله يخليك يا كريم. ويبقى مفيش إصابات تانية خلال الماتشات اللي جاية إن شاء الله، و... يا رب. اللعيبة كلها تبقى جاهزة. وربنا يوفقك في الاختيار ان شاء الله. يعني خلال الماتشات الجايه يا ريت، يعني باذن الله ربنا، يعني الحمد لله احنا مؤمنين بالقدر وكل شيء، لكن يكون اللعيبه موجوده، ما يكونش عندي اصابات ثانيه، ما يكونش عندنا حاجه، عشان نقدر باذن الله الماتشين صعبين مش ماتشين سهلين، ربنا يكرمنا فيهم باذن الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك كابتن شوقي. بشكرك. الله يخليك كريم. طيب بشكر كابتن شوقي غريب، وكابتن شوقي غريب وضح لنا نقطه مهمه جدا، ايقاف احمد عبد الظاهر سنه واحده، سنه من اخر مباراه ومن تاريخ الواقعه اللي حصلت كانت 10 نوفمبر 2013. احنا هو داخلين يعني المعسكر هيبدا 6 نوفمبر، لكن المباراه الرسميه مصر والسنغال 15 نوفمبر، هيبقى عدى سنه، فممكن يكون احمد عبد الظاهر برضو من الاختيارات القادمه للكابتن شوقي غريب. احنا طبعا عاملين كده زي المهاجمين اللي موجودين حاليا في الساحه عشان يكونوا موجودين في منتخب مصر، او المرشحين اللي هم يكونوا موجودين. عندي مثلا احمد حسن مكي هايل مع حرس الحدود ومن اللعيبه برضو اللي شاركت مع منتخب مصر، لكن احمد حسن مكي برضو مواصفاته شويه غير عمرو جمال، ان احمد حسن مكي من اللعيبه اللي بتلعب كمهاجم سائط، عمرو جمال محطه رئيسيه او فرويد اللي هو بيلعب جوه ال 18، ودي اهداف لاحمد حسن مكي. طبعا خالد قمر لاعب نادي الزمالك، بس كابتن شوقي قال نقطه دلوقتي ان خالد قمر لازم يقدم المستوى اللي يؤهله ان هو يكون موجود كمهاجم اساسي في منتخب مصر. طيب قبل ما نستعرض المهاجمين في الدوري المصري ونقعد نتكلم كده مع بعض ونرشح للكابتن شوقي غريب، تعالوا نروح للحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. حاج عامر ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. يعني عاجبني على طول القرار بتاع وليد سليمان على طول اتخذ على طول بعد المباراه عشان منعا للقيل والقال، كان في سرعه في في في, في القرار يعني. اكيد طبعا حضرتك عارف ان المواضيع ديت اللي احنا متعودين عليها او انا متعود عليها بقى لمده طويله، ان بيبقى في ضغوط من كل اتجاه. لو اتاخرنا في القرار يعني في جهه بتضغط عشان تزود، جهه بتضغط عشان تقلل. انما احنا ما دام الامور واضحه واللائحه واضحه، قلنا عشان الناس تتفرغ للمباراه اللي هتبدا بكره ونقفل بقى الموضوع دوت، ان احنا لازم نتعود على ان زي اللعيب ما بيبقاش موفق في مباراه يبدأ بيفكر في المباراه اللي بعدها، ما يقعدش ينظر في اللي فات والناس تركز في اللي جاي. أيوة. فعشان كده كانت الامور واضحه بالنسبه لنا كلجنه، كلها اعضاء اللجنه كلها، فقلنا ناخد القرار
على طول ما دام تقرير الحكم جه ناخد القرار وطبقا للائحه ونقفل الموضوع، علشان بكره الاسبوع هيبدا ونتفرغ للاسبوع اللي جاي. الحكم كان كاتب ايه في التقرير يا كابتن عامر؟ فندم الحكم كان كاتب ايه في التقرير؟ اللي حصل ان هو رفع التيشيرت لفوق بتاعه. وده يعتبر ايه بقى، سلوك غير رياضي؟ ده سلوك غير رياضي، لان حضرتك عارف ان اللائحه غير الاول، يعني اللائحه يمكن من 5 6 سنين كان فيها بند اسمه اهانه الحكم. ده كان فيها 8 مباريات. ايوه. وبعدين لجنه الانديه السنه اللي فاتت قبل ما انا امسك اللجنه ركزت البنود اللائحه على وقائع معينه بالنسبه للحكام، اللي هي الدفع او الاعتداء بالضرب او السب والبسط. يعني اما ما عدا الحاجات دي يبقى الباقي اي حاجه ثانيه سلوك غير رياضي. يعني لو كان حصل حاجه من الحاجات دي كانت هتبقى 8 ماتشات يا فندم. لو حصل حاجه زي ما بتقول الدفع او السب او البسط يعني يبقى الدفع 8 مباريات، الاعتداء بالضرب 8 شهور، والتوصيه بالشطب ممكن مجلس اداره بيرفع العقوبه. البسط او السب 8 مباريات و20 الف جنيه. فدي البنود. فطبعا ما فيش حاجه في الواقعه ديت تمشي مع الحاجات اللي هي المحدده ديت، فبتلجا للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم. اللي هي 8 مباريات وال4 مباريات و5000 جنيه. تمام. والامور ماشيه كويس الحمد لله في الدوري، ما فيش مشاكل بالنسبه للجنه المسابقات، والامور يعني مرتبه زي ما حضرتك اتفقت وعملت الجدول بالنسبه للماتشات اللي جايه، ما تعرضتش مع المنتخب او مع الكابتن اللي عملناه. لا الامور لغايه دلوقتي كلها في ميعادها، ما فيش اي مشكله. يمكن بس في اللي هو غيرنا التوقيت مباراه الاتحاد والزمالك. ايوه. لان حضرتك عارف ان بعدها كان في مباراه الاهلي ودمنهور. كان 7:30، فاحنا طبعا عشان الاستوديوهات التحليليه والنقل المباريات كلها، فلما اترحل مباراه الاهلي ودمنهور اترحلت بقى عندنا مساحه ان احنا نلعب، يبقى في مباراه 3:15 ومباراه 6 عشان القنوات والرعاه والناس ما حدش يتضر. ايوه. وبالنسبه برضه الزمالك وحرس يعني الحدود، يعني ماتش الاتحاد والزمالك والاهلي الساعه 5 في نفس اليوم اللي فيه الزمالك وحرس الحدود. خلينا مهله 3 ساعات بدل 2:30، ان مباراه الزمالك والحرس تبقى الساعه 8 بدل 7:30. تمام. والاتحاد والزمالك يوم الخميس الساعه 6. الساعه 6 ان شاء الله. الساعه 6 تمام. حضرتك عندك معلومه عن موضوع احمد عبد الظاهر وايقافه يعني ينتهي امتى؟ الحقيقه بالظبط لا بالدقه لا، لان هو مش مفروض سنه من تاريخ الواقعه؟ المفروض من تاريخ الواقعه. تاريخ الواقعه كان 10 نوفمبر 2013. تمام. تمام. يعني سنه من يخلص 10 نوفمبر 2014. تمام. وطبعا ممكن بكره اتاكد برضو بينها واكلم حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله لحضرتك في الفتره القادمه رئيس لجنه المسابقات. طيب خلصنا من قصه وليد سليمان والايقاف وماتش الاهلي والاسيوطي، وخلصنا خلاص نبص بقى في ماتشات بكره والمشاكل اللي ان شاء الله ما تحصلش في الماتشات القادمه. تعالوا بس نشوف جدول ماتشات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز اللي هيبدا بكره ان شاء الله، ولقاءات قويه، كل اللقاءات قويه يا جماعه. خلاص الجونه والنصر الساعه 3:15، ومصر المقصه وطلائع الجيش الساعه 5، واللقاء ده هيكون مذاع مباشره ان شاء الله من خلال الاستوديو التحليلي لقناه النهار رياضه. بتروجيت والمقاولين الساعه 7:30، المباراه دي برده منقوله باذن الله بكره عندنا يوم طويل، وهنبدا الاستوديو من الساعه 3 العصر باذن الله. المصري والداخليه يوم الخميس في استاد اسماعيليه، والاتحاد السكندري والزمالك لسه الحاج عامر حسين دلوقتي قال لنا هيكون المباراه الساعه 6، تم تعديل وعملوا فارق زمني كده بين الماتشات عشان الناس تقدر تتفرج والاستوديوهات التحليليه. يوم السبت ام بي والاسيوطي سبورت، حرس الحدود وسموحه الساعه 5 في استاد اسكندريه، والاهلي ودمنهور في استاد القاهره الساعه 7:30، واللقاء ده برده هيكون منقول مباشره من خلال قناه النهار رياضه. الشرطه والاسماعيلي يوم الاحد الساعه 5، وادي دجله والرجاء الساعه 7:30 يوم الاحد اللي جاي باذن الله. دي لقاءات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز. كده خلاص في الاثنين ولا الحد اخر حاجه؟ طيب دي لقاءات الاسبوع السابع. طيب حلو قوي. معايا المستشار جمال دياب رئيس لجنه الانضباط في اتحاد الكره المصري، وكان هو اللي خد قرار بايقاف احمد عبد الظاهر لاعب النادي الاهلي، فقلنا نتاكد من التواريخ والقصه والايقاف يروح امتى. يا ست المستشار ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. معلش بنجيبك في المشاكل بس.
ما هو المحكمة بتاعتنا للمشاكل. معلش، أخبار حضرتك؟ كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب. كنت عايز أتأكد من حاجة بس، أنت عارف طبعًا يعني منتخب مصر داخل على فترة مهمة جدًا، ومباراة السنغال ومباراة بتعتبر مصيرية بالنسبة لنا، فبنحاول نلملم أوراقنا ونشوف لعيبتنا واللعيبة اللي كابتن شوقي محتاجهم في الفترة اللي جاية، وفي نفس الوقت طبعًا إصابة عمرو جمال عملت شوية دوشة كده في الأهلي وفي المنتخب. فكنا عايزين نتأكد بس من العقوبة بتاعت أحمد عبد الظاهر، كان ساعتها الإيقاف دولي من تاريخ الواقع 10 نوفمبر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، ولا كان كام بالظبط؟ بالظبط إحنا قلنا إنه هياخد 3 شهور اعتبارا من تاريخ الواقع. 3 شهور؟ داخلي. دول العقوبة الداخلية. دوري يعني. قلنا إيقاف دولي من تاريخ الواقع لمدة سنة. مدة سنة. يعني نعم. الإيقاف يخلص 10 نوفمبر اللي جاي 2014. ما هو الواقعة كانت لتاريخ كام عندك؟ 10 نوفمبر مباراة الأهلي أورلاندو بايرتس 2013. 10 نوفمبر 2013؟ يبقى تخلص 10 نوفمبر 2014. طيب المعسكر بتاع المنتخب هيبدأ يوم 6 نوفمبر، يعني ممكن ينضم للمنتخب إن المباراة الرسمية هتبقى 15 نوفمبر. طبيعي. مفيش مشكلة. وبعدين في نقطة تانية، هو الكابتن أحمد كان من الممكن إنه يتقدم للجنة التظلمات اللي هي بعدنا بالتماس مثلا او تظلم. بالظبط كده، من الوارد انه اللجنه تقبل تظلم. بس خلاص بقى، ما العقوبه خلصت خلاص، يعني قربت تخلص، مش هيتقدم دلوقتي كابتن كريم. اكيد يعني كده يحق له المشاركه مع المنتخب من تاريخ 15 نوفمبر، من تاريخ 10. بص جايبين لي لقطه اهو 21/11. لا بس هو من تاريخ الواقع، من تاريخ الحدث او المخالفه اللي عملها. بالظبط، احنا ادينا العقوبه من تاريخ الواقع، مش تاريخ من تاريخ صدور القرار. مش من تاريخ صدور القرار، اصل احنا جايبين لقطات كده، اللقطات دي كانت يوم 21/11، ده التحقيق لما راح اتحاد الكوره، لكن الواقعه نفسها الواقعة كانت قبل كده 10 نوفمبر، اعتبارا من تاريخ الواقع 10 نوفمبر 2013. نعم تمام. نعم. انا بشكرك. مفيش مشاكل تانية عايز تتكلم فيها؟ طيب المشاكل ان احنا ما بنشوفكوش يا كابتن كريم، بس احنا ما عندناش مشاكل. الله يخليك يا استاذ المستشار. بالتوفيق ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. لا تحت امرك. ده كان المستشار جمال دياب رئيس لجنه الانضباط. وكده خلاص اتاكدنا. يا جماعه خلي بالكم، انا بجيب الحاجات دي، ممكن كابتن شوقي يختار احمد عبد الظاهر او ما يختاروش، يعني انا بنحاول نشوف المهاجمين. طب تعالوا كده قبل ما نطلع فاصل نستعرض المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري. لا خلينا براحتنا، مش مشكلة يعني، نأجل الفاصل شوية. نستعرض المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري، ونشوف الناس المميزة، ونشوف مين اللي يصلح ان هو يلعب مباراة قوية أمام السنغال، أمام ضغط جماهيري، عنده خبرات نقدر نقول لو حتى 10-12 مباراة في المنتخب أو ماتشات دولية. نستعرض كده مع بعض. لو مسكنا مثلا خالد قمر هو المهاجم اللي كان بيلعب بشكل أساسي قبل عمرو جمال، ولكن خالد قمر يمكن مش عايز اقول مستواه قل، لا خالد لعيب كويس وكل حاجه، لكن مش هو خالد قمر بتاع اتحاد الشرطه، الامور يعني اقل شويه. كابتن شوقي دلوقتي حتى كان قال لي كلمه كده برضه ممكن يكون ليها مغزى او معنى بين السطور، ان خالد لازم يقدم المستوى اللي يخليه مهاجم منتخب مصر الاول. ده بالنسبه لخالد قمر. خالد قمر عنده 26 سنه، جاب جول واحد بس السنه دي في الدوري، عدد الماتشات الدوليه 7 لقاءات. كان شارك خالد قمر في مباراه تشيلي اللي احنا شايفينها مع بعض، ومباراه جامايكا، ولعب مباراه السنغال هناك، ولعب مباراه تونس هنا في مصر، يعني لعب حوالي 7 ماتشات دوليه. ده بالنسبه لخالد قمر. نشوف اللي بعده، في احمد حسن مكي لاعب حرس الحدود. احمد برضو لعيب كويس وظهر السنه دي كويس جدا مع حرس الحدود في الدوري، وجاب اكتر من هدف، وفي نفس الوقت هو لعب قبل كده 22 مباراة دولية. لكن أحمد حسن مكي ممكن ينضم لمنتخب مصر، ولكن مش هيكون هو اللاعب المحطة الرئيسية، يعني ممكن لو زي ما قال كابتن شوقي غريب هيغير طريقة اللعب، هيبقى مثلا محمد صلاح ووليد سليمان ومعاهم أحمد حسن مكي، هيبقى هنا مفيش حد ثابت أو مفيش رأس حربة ثابت، هيبقى 3 متحركين. إن أحمد حسن مكي مش من اللعيبة المحطة زي عمرو جمال، لا أحمد حسن مكي من اللعيبة اللي بتيجي من تحت، أو مهاجم سائط شوية. عدد الأهداف في الموسم الحالي 4 أهداف، أحرز 4 أهداف مع حرس الحدود السنة دي. في أحمد حسن كوكا، دي أهداف أحمد حسن مكي. ده الهدف ده في دمنهور. طيب في أحمد حسن كوكا برضو، بس أحمد حسن كوكا لعب مع المنتخب وبرضو يعني إيه ما أقنعش كابتن شوقي غريب في المباراة اللي لعبها، كان نزل بديل في مباراة السنغال وما أقنعش كابتن شوقي في الفترة اللي لعبها.
لسه امبارح كمان جايب جول في الدوري البرتغالي وكان قاعد احتياطي ونزل كسب فرقته 3-2 في احد لقاءات الدوري البرتغالي. عنده 21 سنه وكابتن حسام البدري كان اختاره للمنتخب الاولمبي في المعسكر القادم، بيلعب في نادي روي اف البرتغالي، عنده 5 اهداف. وزي ما قلت لكم بصوا النتيجه امبارح 2-2 وهو احرز الهدف الثالث وكان قاعد احتياطي ونزل كسب فرقته في الدوري البرتغالي امبارح، ده الهدف اللي جابه امبارح، هدف حلو. في كمان باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، دي اهداف لاحمد حسن كوكا في الدوري البرتغالي. هو السنه دي فريق ريو اف واحمد حسن كوكا ماشي كويس في البرتغال، لكن زي ما قلت لكم احمد يعني ما اقنعش كابتن شوقي شويه، يمكن كابتن شوقي ما اختاروش كمان في المعسكر اللي فات بتاع بوتسوانا وما تمش استدعاءه المعسكر السنغال وتونس اللي جايين، ده راح للمنتخب الاولمبي. بس ممكن كابتن شوقي بعد اصابه عمرو جمال يغير رايه. في باسم مرسي لاعب نادي الزمالك ومن اللعيبه المجتهده جدا ومن اللعيبه اللي عملت شغل كويس قوي السنه اللي فاتت مع الانتاج الحربي، هو جاب هدف واحد السنه دي، الجول اللي جابه في نادي سموحه المباراه اللي فاتت، عنده مباراه دوليه واحده اللي هي كانت امام جامايكا، جايبين له هدف امام جامايكا. وباسم مرسي من اللعيبه المجتهده ومن الفراوده او المهاجمين اللي بيجروا كتير وبيخبط في كل كوره، وبرده يبقى ممكن يعني يبقى زي عمرو جمال نفس الصفات بالظبط داخل ال 18، ولكن ما لعبش غير مباراه دوليه واحده. هل ممكن كابتن شوقي يدفع بيه في مباراه السنغال؟ ما برده دي حسابات مدرب، ان هو برده يعني مش عايز يجيب لعيب من الدار للنار، ممكن يكون موجود كبديل في المباراه القادمه. عندنا كمان احمد رؤوف لاعب نادي المصري، واحمد رؤوف من اللعيبه المميزه جدا والسنه دي متالق مع نادي المصري ومسجل حوالي 4 اهداف في الدوري المصري. وكان احمد رؤوف اشترك مع منتخب مصر قبل كده ايام كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي الجهاز السابق او الاسبق، كان لعب مع المنتخب ولعب في بطوله افريقيا 2010 ولعب في بعض ماتشات التصفيات المؤهله لكاس العالم وافريقيا، ومن اللعيبه المميزين جدا، بس بقاله فتره بعيد عن المنتخب وعنده 11 مباراه دوليه مع منتخب مصر. ده احنا بنجيب لكم اللعيبه المرشحه او اللعيبه اللي ظهرت كويس في الدوري السنه دي. طيب ممكن نعرض شويه اهداف لاحمد رؤوف وهو كان في النادي الاهلي، ده الهدف ده كان يعني انت جايب لي هدف الدفاع الحسن الجديدي، يعني ما كانش كابتن حسن ماسك بس يعني مش ده بكره عندهم ماتش قبل نهائي الكاس ماشي، بس عشان احمد رؤوف فالوحش والله بكره عنده ماتش، بكره عنده ماتش، حرام عليك يا عبد الظاهر. طيب ان شاء الله بكره بس ما يخشش اجوال في الدفاع الحسن الجديد، عندهم ماتش في قبل نهائي الكاس كاس العرش، دي اهداف في الدوري كان في بتروجيت. واحمد رؤوف من اللعيبه الهدافين واللعيب مميز. عنده 26 مباراه دوليه وست اهداف دوليه مع منتخب مصر. احنا قلنا باسم مرسي، قلنا احمد رؤوف، قلنا احمد حسن مكي، خالد قمر، احمد حسن كوكا. طبعا احنا يعني ما نقدرش نقول مهاجمين وما نجيبش سيره عماد متعب. عماد متعب لعيب كبير، لعيب مميز، لكن عماد مشكلته في حاجه، عماد بقاله فتره الراجل خوان كارلوس ما بيديلوش ماتشات، واعتقد ان فرصه عماد متعب جت ان هو بعد اصابه عمرو جمال ان عماد يعني ممكن ياخد فرصه في المشاركه في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي فيه مهاجمين زي محمد فاروق، ان اعتقد برضو جريدو هيبدا يرجعه تاني لقائمه الماتشات، في احمد عبد الظاهر وهتكلم عن احمد عبد الظاهر بالتفصيل. فمش عارف هل كابتن شوقي ياخد عماد بالحاله الحاليه، هو عماد ما بيلعبش، هي المشكله في كده ان هو ما بيلعبش فمش جاهز بدنيا، او مش عايز اقول مش جاهز بدنيا، مش جاهز كفورمه ماتشات. وخلي بالكم ماتش السنغال مش ماتش سهل، لكن عماد متعب احسن مهاجم في مصر، لكن في الفتره الحاليه ما بيلعبش كتير مع النادي الاهلي او فترات مشاركته قليله، فدي ممكن تاثر عليه شويه في مباراه كبيره امام السنغال. وعماد عنده خبرات طبعا، يعني مش هتكلم كام ماتش دولي بقى، عنده داخل في 70 80 مباراه دوليه، غير الاهداف غير المشاركات في تصفيات كاس عالم افريقيا، واخد 3 امم مع منتخب مصر 2006 و2008 و2010، فطبعا خبرات كبيره جدا، لكن الظروف بتخلي عماد متعب ما بيشاركش كتير مع النادي الاهلي. طيب مين تاني في الـ في الـ في الـ في الدوري المصري متالق السنه دي؟ ممكن نقول عرفه السيد لاعب الجيش، يمكن الفتره اللي فاتت متالق وبيحرز اهداف، في السيد حمدي لاعب مصر المقاصه، لكن عرفه السيد ما انضمش لمنتخب مصر خالص قبل كده، ممكن يكون انضم معسكر بس ما لعبش اي ماتشات دوليه، فطبعا صعب ان انت تاخد لعيب وتلعبه منتخب مصر امام السنغال في مباراه مصريه.
فالسيد حمدي برضه نفس القصه، بس السيد حمدي عنده خبرات دوليه ومع مصر المقاصه، دي اللعيبه اللي احنا نقدر نقول ظهرت في الدوري المصري. في احمد شرويده مهاجم نادي الامبي، بس برضه احمد شرويده ما لعبش منتخب مصر كتير. فعشان نحصر القصه من وجهه نظري انا بالنسبه لي رقم واحد احمد عبد الظاهر، رقم واحد احمد عبد الظاهر هو اللي هيسد الفراغ ده. رقم اتنين باسم مرسي لاعب نادي الزمالك، لعيب كويس جدا مع خالد قمر، الاثنين يعني يكونوا موجودين في المنتخب. احمد حسن مكي رقم اربعة، ومش عايز الناس تزعل مني او مش عايز المهاجمين يزعلوا مني، عماد متعب طبعا، بس يعني نتمنى ان عماد متعب ياخد مثلا الماتشين اللي جايين بتوع النادي الاهلي مع دمنهور والمقاولين ياخد 90 دقيقة ويلعب ويبقى مستواه مميز. ممكن كابتن شوقي يفكر بيه بشكل كبير جدا، وكابتن شوقي لمح برضه واحنا بنتكلم قال لي في ممكن مهاجمين يكونوا بقالهم كتير ما بيلعبوش لكن يلعبوا الماتشين اللي جايين ويظهروا بشكل كويس يكونوا موجودين في المنتخب. فقلت له تقصد عماد متعب؟ قال لي اه طبعا اقصد عماد متعب، او قال لي على 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 سبيل المثال. لكن انا من وجهة نظر احمد عبد الظاهر هو الاقرب، وهو اللي في الفترة الحالية حتى عمل ماتشين كويسين امام نادي الاسماعيلي وقبليه امام اتحاد الشرطه، وعنده مواصفات مميزه جدا والتحرك داخل ال 18 فيعني والعقوبه بتاعته هتخلص اهو. فهنشوف بقى كابتن شوقي برضو يعني الله يكون في عونه هو هيبدا يختار الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت هيتفرج على الماتشين المتبقيين لكل الفرق في الدوري المصري. احنا عملنا كده جوله سريعه للمهاجمين، وبنقول طبعا الف سلامه لعمر جمال لاعب النادي الاهلي واصابته بالرباط الصليبي. ان شاء الله يعني الرباط الصليبي على طول دلوقتي بيعدي باذن الله، لكن طبعا لازم وقت محدد حوالي من 5 لـ6 شهور هيغيب عن الملعب، بقى عمليه جراحيه وبعدين تاهيل وعلاج طبيعي وبعدين تقويات وبعدين يرجع الملعب بقى بالراحه كده خفيف بدون التحامات وجري لوحده وبعدين يخش في التدريبات الجماعيه، فالموضوع بياخد من 5 لـ6 شهور. طيب هنطلع فاصل وبعدين نرجع بقى نشوف اخبارنا النهارده ايه في كره كل يوم. النهارده عندنا فقره عالميه مميزه ان شاء الله برضه نستمتع بيها، لكن بعد الفاصل هنشوف اخبارنا في كره كل يوم.